صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية. أهلا وسهلا بالمستثمرين والمضربين بأسبوع تداول جديد اليوم 11/6/2018. معكم المحلل التيكر جوزيف دهرية. رح نقوم بتغطية مباشرة للأسواق المالية ونشوف أبرز التحركات والبيانات اللي ممكن تصدر عنا، وطبعا في ظل التشنجات اللي عم تحصل في اجتماعات الجي 7 والاجتماع اللي ممكن هلأ يحصل غدا اللي هو طبعا قمة كيم جونج يونغ أو ترامب كمان، اللي هو كمان رح يكون موجود هذا الاجتماع في سنغافورة. بالنسبة لهذا الاجتماع طبعا ممكن يأثر مباشرة على زوج الدولار الأمريكي اللي هو ممكن يصير أو نشهد تقلبات مرتفعة. هل يا ترى نحن كمستثمرين أو كمضاربين لازم نلتجئ لأي عملة معينة أو لأي خلينا نقول ملاذ آمن ممكن نعتبره كاستثمار واضح لرأس مالنا اللي نحن عم نتداول فيه؟ بالنسبة للألي الين الياباني هو من العملات المفضلة عندي اللي ممكن يكون يعتبر كملاذ آمن. طبعا الأشخاص والمستثمرين اللي بحبوا أو بفضلوا أنه هن يتداولوا بشكل خلينا نقول آمن لازم يروحوا على سندات الخزينة. سندات الخزينة أو الجوفرمنت بونز هن السندات اللي طبعا بيتداول فيهم المستثمر وبيود أعماله في الدولة المعينة. يعني ممكن يكون عندي سندات الخزينة للولايات المتحدة، سندات الخزينة للمملكة العربية السعودية، سندات الخزينة للبنان، سندات الخزينة لبريطانيا إلى آخره. فهيدي اليو اس تراجري بونز او الجوفرمنت بونز طبعا هن اكثر شيء امنين. بالنسبه للعملات او لسوق الفوركس بشكل عام، ونحن كمحللين تقنيين بهمنا ناخذ عمله معينه وحده نقدر نلتجئ لها في ظل التشنجات الاقتصاديه. قديما كان عندي الذهب او اوسه الذهب هي السلعه المعينه اللي خلينا نقول بيلتجئ لها المستثمرين، وكنا نشهد تقلبات مرتفعه على اسعار الذهب وارتفاعات ضخمه من مستويات خلينا نقول ال 1000 دولار للاونصه لمستويات ال 1900 دولار بالاونصه بال 2011 لما حددنا اعلى مستويات اسعار الذهب. بالنسبه لي اليوم وقت خلينا نقول اللي يعني نحن عم نتداول فيه، يعني الدولار ين لازم يكون طبعا هو او الين الياباني هو الملاذ الامن. بالنسبه للين الياباني هلا عم تشوفوا رسم بيانات امامي. قبل ما ابتدي بدي احذركم من المخاطر المرتفعه اللي ممكن تواجهوها بسوق الفوركس، وطبعا لازم يكون عندكم مستوى الخبره والرغبه المعينه في المخاطره وانه تتحمل ممكن تتجاوز رأس مالكم. بالنسبة للين الياباني كنا تكلمنا على انه بالتحليل التقنيه طبعا كنا تكلمنا على انخفاض 5 موجات واضحه من الارتفاع اللي هي خلينا نقول هون كانت تسجلت 1 2 3 4 5. كنا انتهينا موجه رقم واحد اللي هي ممكن تكون خلينا نقول ويف 1 اوف 3 ويف 1 اوف 3. بهيدي الحاله كنا توقعنا نحن بجلسه نهار الجمعه ارتفاع 3 موجات تصحيحيه اللي هي نتوقع ان تكون بشكل اي بي سي. فبهيدي الحاله نتوقع ان نحن هون نكون انتهينا موجه رقم 2 ونخفض بموجه رقم 3 لنزور مستويات ال 108 و107 على المدى الطويل. وانما طبعا باستعمال فيبوناتشي من موجه رقم 1 للقاع تبع موجه رقم 1، عاده نتوقع موجه رقم 2 تكون كحد اقصى عم ترتد لمستويات ال 61% او لمستويات ال 76.4%. بهيدي الحاله من وراء خلينا نقول التقلبات او الفولاتيليتي اللي كان عندي اياها بعطله نهايه الاسبوع، شاهدنا شويه اكستنشن هيدي الويف اللي هي زرنا فيها مستويات ال 76.4%. اتوقع اذا نحن اكتفينا بهيدي القمه او بهيدا الهاي اللي سجلناه على زوج الدولار ين لازم نرجع نبتدي موجه هبوط من هون. فنتوقع انه الدولار الامريكي يرجع يضعف امام الين الياباني، وهذا طبعا بعزز الطلب على الين الياباني كملاذ امن. هذا اللي عم جرب اتكلم عليه انا. نحن كالتحاليل طبعا التحاليل الاساسيه مهمه جدا والاخبار مهمه جدا، وانما التحاليل التقنيه انه تتماشى مع التحاليل الاساسيه هي الافضل. يعني اذا عندي انا التحليل التقنيه والاساسيه بيعطوني نفس السيناريو ونفس السيناريو المفترض والاتجاه العام اللي اتوقعه انا على خلينا نقول السلعه او العمله المعينه، هذا بكون عندي خلينا نقول فرصه استثمار ذهبيه ومميزه لادخل فيها. بالنسبة لي طبعا للتحاليل الاقتصادية نتوقع انه لازم يرجع يحصل عندي او يصير في عندي طلب على الين الياباني كملاذ امن. فهذا الشيء طبعا الين الياباني لحاله بنفسه عم بتكلم انا على البير بهيدي الحالة على الرسوم البيانية. البير الدولار ين، ما بدكم تنسوا انه عم نحكي يو اس دي جي بي واي، اوكي؟ فانا عم اللي عم بتكلم عليه انه يصير في عندي طلب على الين الياباني لحاله. اذا صار في طلب على الين الياباني يعني عم بتوقع ارتفاع للين الياباني، فالدولار الامريكي ممكن طبعا يرجع يضعف امام الين. فبهيدي الحاله لازم اذا ضعف الين ضعف الدولار وارتفع الين نتوقع انخفاض هذا الزوج او هذا البير.
وبهذه الحالة طبعا بيرجع التحليل التقني بتدعم النظرية على أنه نحن على رسم بياننا اليومي كنا تمشينا، أو خلينا أقول كنا حللنا على أنه نحن بموجة رقم واحد، موجة رقم اثنين، ثلاثة أنهيناها، ارتفعنا بموجة رقم أربعة اللي هي ما التفت، خلينا نقول أو ما اخترقت مستويات موجة رقم واحد، هذا هو قانون موجات إليوت اللي هي طبعا بتكون خلينا نقول يعني ارتفاع موجة رقم أربعة أو قمة رقم أربعة هي طبعا ماكسيموم أو كحد أقصى بتقدر تتلامس مع القاع تبع موجة رقم واحد. بهذه الحالة ابتدينا انخفاض موجة رقم واحد رقم اثنين، هلأ wave 1 of 3 2 of 3 3 of 3 4 of 3 5 of 3 إلى آخره. فبهذه الحالة نتوقع ضعف للدولارين. طبعا لازم يكون عنده وقف خسارة أو invalidation level، ممكن أن يكون خليني أقول عم تنهي هذا السيناريو اللي هو السيناريو الهابط. السيناريو أو الانفاليديشن ليفل اللي هي طبعا اختراق أو خليني أقول إغلاق شمعة أربع ساعات فوق مستويات 110 60 أو 110 70 اللي هي بتعطيني خليني أقول اختراق لمستويات 76.4% على المدى الطويل. فبهذه الحالة اختراق هذه المستويات أو invalidation level نتوقع أنه ممكن نرجع نلغي السيناريو المفترض اللي تكلمنا عليه ومننبش على سيناريو صاعد عن جديد لنستهدف مستوى 110 و112. هذا بالنسبة لزوج الدولار ين. أنا كنت حاب أني فوت أو أدخل بتفاصيل هذا الزوج لأنه نتوقع على موجة هبوط ضخمة للبير USD JPY. بالنسبة لليورو دولار بعدني بموجة الصحية، بعدني بارتفاع خلينا نقول تصحيحي لحديث ما يتم إغلاق خلينا نقول فوق مستويات محددة. أنا ببلش أخذ سيناريوهات إيجابية، إغلاق فوق مستويات 119 هي أول نقطة إيجابية أو بولش ريفرسل ممكن يكون عندي لزوج اليورو دولار. خلينا نقول إغلاق فوق مستويات 122.43 أيضا هي تاني سيناريو إيجابي لزوج اليورو دولار. وبهذه الحالة أنا برجع خلينا نقول ممكن نوصل لهذه المستويات نرتد منها إلى الأدنى، أو إذا في حال تم اختراق نرتفع لمستويات 122. اختراق مستوى 122 تعطيني ارتفاع أو موجة صعود جديدة لنستهدف مستوى 127 أو 128 على المدى الوسط للطويل. فبالنسبة لي عندي نتفت خلينا نقول سيناريوهات أو عندي نتفت أرقام أتوقع أن نكون عم الرقبة اللي هي مستويات 119.90 أو 120 بشكل عام، ومستوى 122.40 اللي هي هالمستويات إذا في حال تم اختراق بتأكد لي تعطيني اكتيفيشن على أنه السيناريو أو هذه الموجة موجة الصعود هي منا موجة الصحية وإنما موجة اندفاعية ممكن نبتدي فيها ارتفاع أو موجة صعود جديدة لنستهدف مستويات أو قمة أعلى من القمة اللي سجلناها سابقا اللي هي مستوى 126. هيدا بالنسبة لليورو للاسترليني دولار. بالنسبة لليورو دولار الاسترليني دولار أيضا عندي نفس السيناريو اللي هو سيناريو خليني أقول الصاعد التصحيحي اللي هو خليني أقول مايل بنفع على ارتفاع. طبعا مثل ما بتعرفوا هون بالخطوط الدعم المقاومة على الرسوم البيانية أو على منصة التداول عند الإكويديستنت شانل مضغط عليها طبعا بنعملها بهيدا الشكل، ومنلاحظ نحن أنه نحن طبعا ماشيين هلأ بنفع مايل على ارتفاع. عادة هو خليني أقول النفع المايل على ارتفاع هو موجة تصحيحية وهو يسمى بالبير فلاج خليني أقول. وأنا ما طبعا نحن من وراء السيناريو الهابط اللي سجلناه هو موجة رقم واحد اثنين ثلاثة، جان دخلنا موجة رقم أربعة بشكل خليني أقول تراينجل أو مثلث معاكس، ولكن جان خفضنا بالموجة الخامسة. فممكن يكون عندي هون هلأ ويف A big A، ممكن A B C big B و big C عن جديد أو 1 2 3. فبهذه الحالة أتوقع أنا كمان ارتفاع هلأ للاسترليني دولار ولا اليورو دولار على المدى القصير. بدكم تنتبهوا شغلة إنه ما في شيء بيمنع إنه ارتفاع خلينا نقول الدولار ين مع ارتفاع اليورو والاسترليني طبعا وارد عندي. يعني إذا في حال توقعت أنا إنه ارتفاع للدولار للين الياباني أو خلينا نقول انخفاض للدولار ين وأيضا انخفاض بموجة B لليورو دولار ولا الاسترليني دولار لننتهي من موجة رقم بي أو موجة رقم 2 قبل الارتفاع عن جديد، هذا الشيء طبعا وارد. يعني ما فينا نقول أنه نحن انخفاض الدولار ين طبعا هيدا ضعف للدولار الأمريكي، يعني لازم اليورو يرتفع. بتكون تعرف وبتكون تكونوا كتير أكيدين على أنه الكوريليشن عم تزول مع الوقت، عم نعرف أن الكوريليشن عم تزول. حتى اليورو دولار والأسترالي دولار والاسترليني دولار ببعض الأحيان منلاقي عملة عم ترتفع وعملة أخرى عم تنخفض. عن هيك كراس اليورو استرليني اللي هو يضم عملة اليورو والاسترليني دولار عم
بنشهد فيها تقلبات ضخمة جدا. هذه التقلبات خليني أقول طبعا ما بتدل على أنه بقى عندي correlation واضحة، هذا بتدل على أنه عندي correlation خليني أقول negative correlation، ونتوقع أنه هذه التقلبات عندي خليني أقول إشارات انعكاسية بين اليورو دولار واسترليني دولار على المدى الطويل، وأيضا الأسترالي دولار اليورو أسترالي بتلاحظوا أنه كمان عندي خلينا نقول الاسترالي دولار بيكون ماشي باتجاه واضح وبيبتدأ انخفاض قبل انخفاض اليورو دولار على سبيل المثال. بدنا ننتبه انه الاسترالي دولار عم بيسجل خلينا نقول ثلاث موجات تصحيه واضحه على باستعمال فيبوناتشي اكسبانشن. خليني اكون عم بعطيكم سيناريو واضح جدا لزوج الاسترالي دولار وافسلكم كيفيه استعمال فيبوناتشي اكسبانشن. فيبوناتشي اكسبانشن عاده من وراء انخفاض ضخم، خلينا نقول من وراء انخفاض ضخم من وراء كم معينة ابتدينا انخفاض واضح. إذا في حال بدنا نبلش بثلاث موجات تصحية مثل ما بصيرتوا سامعين بالجلسات الصباحية تبعي إنه أنا على طول بتوقع ثلاث موجات تصحية وبسميها ABC بكل بساطة. موجة A لتسمى موجة A بدي يكون عندي ثلاث موجات ضخمة فيها. ثلاث موجات ضخمة أنا عم بتكلم أنا على ABC أو 1-2-3 هيدي بيكون انتهينا فيها موجة A. أوكي؟ فبهذه الحالة A لازم يكون فيها ثلاث موجات، B أيضا لازم يكون فيها ثلاث موجات انخفاض معاكسة لـ Wave A. عندي A B C هيدي Wave B، بهذه الحالة Wave B هون قد انتهينا منها. وأيضا Wave C لازم يكون عندها مش ثلاث موجات، لازم يكون عندها خمس موجات ارتفاع. فبهذه الحالة 1-2-3-4-5 هيدي Wave C. فبهذه الحالة قد انتهينا من ثلاث موجات اللي هي A B C عند هذه المستويات. كيف بقدر اتأكد انه هيدي المستويات هي انتهاء موجة C؟ كيف بقدر حدد انا ارتفاع موجة A B من وراء ما نسجل ويف B؟ كيف ممكن حدد انا الهدف لموجة C وممكن تنتهي؟ بكل بساطة تفرجوا على هذا السيناريو، مندخل في فيبوناتشي اكسبانشن، ندخل على انسرت في فيبوناتشي اكسبانشن، منضغطها منضغط اول شيء على خلينا نقول القاع تبع اخر قاع سجلناه، منضلنا ضغطين على القاع ومنرتفع فيه لكم A. اوكي عظيم. لكن نحن خلينا ارجع عيد من ورا ما ندخل انسرت في فيبوناتشي اكسبانشن، مندخله على اخر قاع سجلته العمله المعينه او السوق. بهيدي الحاله منضغط على القاع، ضلنا ضغط انا على الماوس وبرتفع فيها لكمة A اللي هي ثلاث موجات A. وبهذه الحالة برجع بضغط 2 كليكس أنا كرمال يدور عندي خلينا نقول النقاط، برجع هيدا النقطة هون بدي انخفض فيها لنقطة B. لما انخفض فيها لنقطة B خلينا نقول صار عندي بوضوح أول قاعي، أول قاعي اللي هو هيدا النقطة، هني ثلاثة بالفيبوناتشي اكسبانشن، تاني نقطة هي عند كمة A وثالث نقطة هي عند قاع B. أصبح عندي A B و C، أصبح عندي الهدف لإلها. بيجي عندي ثلاث نقاط اللي هي 61% اللي هي طبعا على طول بيتم اختراقها، مستوى المنتظر هو على طول 100% اللي هي طبعا شفته أنه ارتد منه السوق، وثالث مستوى إذا بحال تم اختراقه هو مستوى 61% اللي هو طبعا من الصعب أنه نوصل له، أو معظم الأحيان ننتهي عند مستوى 100%. فبهيدي الحالة ابتدينا موجة انخفاض من مستوى 100%. هلا ممكن تكون عندي ويف 1 ويف 2 ارتفاع وويف 3-4-5 انخفاض لزوج الأسترالي دولار. فبهيدي الحالة إذا نحن توقعنا على أنه الموجات التصحية قد انتهت اللي هي بيج A بيج B وبيج C، يعني أنا هون بعدني بارتفاع تصحيحي للأسترالي دولار لزوج الأسترالي دولار. فبهيدي الحالة إذا أنا بعدني بموجة تصحيحية يعني بعد عندي موجة اندفاعية هبوط. طبعا بهذه الحاله في فيبوناتشي اكسبانشن ما بتغلط عندي، في فيبوناتشي اكسبانشن بتعطيني ثلاث موجات تصحيحيه، بينما الموجات الاندفاعيه نستعمل فيها طبعا مستويات 161% اقله وحتى اعلى. فبهذه الحاله انا هون اذا في حال ما قدرنا نخترق مستويات 100% في فيبوناتشي اكسبانشن، يعني انا بموجه تصحيحيه، يعني انا اتوقع بعد موجه هبوط لزوج الاسترالي دولار. فبهذه الحاله نتوقع بعد ايضا موجه هبوط لليورو دولار ممكن بي ويف 2 او ويف بي قبل ما نرتفع عن جديد، وايضا للاسترليني دولار. فبهذه الحاله طبعا بتكون تعرفوا على انه الفيبوناتشي اكسبانشن تستعمل بشكل دقيق على المناطق التصحيحيه خلينا نقول للاسترالي دولار ولا غيره. اوكي خلينا نحل حل زوج اليورو ين
بما انه في عندي بعض الاشخاص عم بيطلبوا تحليل اليورو يان للرسوم البيانيه، رح ندخل على اليورو يان كرمال نشوف شو ممكن نتوقع لهذا الزوج. بالنسبه لليورو يان عاده اكيد قلت لكم انه على رسم بياني الشهري انا عندي اشاره انعكاسيه، خليني اقول اللي هي شمعه النمط الاحتوائي. شمعه النمط الاحتوائي اللي حصلنا عليها على اخر قمه ارتفاع من مستويات او من قاع 106 لمستويات ال 139، خليني اقول كان عندي اشاره انعكاسيه وتوقعنا انه ممكن نرجع ننخفض ب سيناريو هابط عن جديد. هيدي هي الشمعة اللي عم بتكلم عليها، سجلت مستوى أعلى من الشمعة اللي قبلها وأغلقت تحت افتتاحها، تسمى نمط احتوائي أو engulfing pattern. أوكي engulfing pattern ممكن نعمل سيرش عليها على جوجل ونعرف شو يعني engulfing pattern. فبهيدي الحالة عطتني إشارة سلبية. هلأ من وراء engulfing pattern وقمة معينة بيصير عندي أهداف. الأهداف طبعي على طول من وراء الانجولفينج باتن على رسم بياني الشهري لازم تكون آخر قاع ارتفعنا منه. هون بهذه الحالة آخر قاع ارتفعنا منه هي هيدا، هو هذا القاع، هذا القاع هو آخر قاع ارتفعنا منه لسجلنا هذه القمة. فبهذه الحالة الهدف تبعنا على زوج اليوريان هو بكل بساطة مستوى 118 أو 119 على المدى الطويل. يعني نتوقع بعض انخفاض لهذا خلينا نقول البير أو للرسم البياني لنزور مستويات 118 على المدى الوسط للمدى القصير. وأنما طبعا هلأ إذا بدي أدخل بموجات أنا صغيرة ممكن نعرف أنه نحن داخلين بموجة هلأ ارتفاع أو موجة صحية، لنرجع نسجل خلينا نقول خمس موجات ارتفاع قبل ما نكفي اتجاه هابط عن جديد. طبعا هذه المستويات اذا في حال بدي افكر انا وين ممكن تنتهي موجة الصحية، اذا في حال بدي افكر خلينا نقول نحن منخفضين بثلاث موجات اقلهم، ممكن ارسم انا تحاليل بسيطة جدا اللي هي خلينا نقول خطوط الدعم والمقاومة اللي هي على هذا الشكل. خلينا نقول ممكن يكون عندي مقاومة على هذه المستويات، اذا تم اختراق هذه المستويات نتوقع ان يكون عندي بعد خلينا نقول مستويات مرتفعة أكثر اللي هي ممكن نزور فيها خلينا نقول 131.06. طبعا اليورو يان ممكن يرجع يستهدف مستوى 131.06 قبل ما نرجع نبتدي موجة هبوط جديدة لنزور فيها مستويات 122 وحتى 121 على المدى الطويل. وأنما مستوى 131.06 من المحبذ إنه ما يتم اختراقه وأغلق فوقه قبل ما نعمل invalidation level، نرجع نبش على سيناريو شوي صاعد لنرجع نزور مستويات خلينا نقول موجة 234 وأيضا نرجع نلتف بموجة هبوط. فبهذه الحالة عندي مستويين أنا أتوقع أنه ممكن يكون عندي إشارة انعكاسية من أول مستويات اللي هي مستوى 131، إذا تم اختراق نتوقع مستويات 134، ولكن موجة الهبوط لازم ترجع تحصل عندي، لازم نرجع خلينا نقول نستهدف مستويات 118 على المدى الوسط للمدى الطويل أقله 118، ولكن نحن عندي هذه المستويات اللي هي ممكن نرتد منها، أول مستوى 131 وثاني مستوى 134. هذه بالنسبة لهذا الرسم البياني، بتمنى لكم طبعا توفيق بزوج اليوريان. بالنسبة للعملات الأخرى خلينا نقول بالنسبة للأسعار الذهب، أسعار الفضة خلينا نقول بالبداية عطتني إشارة إيجابية على لما اخترقت مستويات أو خطوط المقاومة اللي هي كانت عندي من فبراير 2018، فبهذه الحالة عطتني إشارة إيجابية ما بيمنع أنه السوق يرجع يرتد لمستويات 1667 قبل ما نكفي إشارة أو خلينا نقول اتجاه صاعد على المدى الطويل. أتوقع أنه أسعار الفضة من وراء الانفرس هيد اند شولدرز أو إشارة الانعكاسية للرأس والكتفين، نتوقع أنه نحن بهذه حالي هون عندي إشارة إيجابية خليني أقول على أنه لازم نرتفع عن جديد. فهيدا طبعا دخلنا بمرحلة أفقية طويلة المدى، ولكن نتوقع أنه لازم نرجع نرتفع بما أنه عندي إنفرس هيد اند شولدرز أو رأس والكتفين اللي هي إنفرس، طبعا هي إشارة إيجابية على المدى الطويل. فطبعا ما لازم يخترق مستويات 115-65 على أسعار الفضة على المدى الوسط للطويل لنضلنا بالسيناريو الصعب. اما بالنسبه لاسعار الذهب ايضا كمان بعد ما داخل خلينا نقول بموجه افقيه طويله المدى، ممكن نكون انتهينا من هذه المستويات، مستويات 1288 مهمه جدا، اذا في حال اغلقنا تحتها ممكن يكون عندي وان مور ويف لمستويات 1270 قبل ما نبتدي موجه صعود جديده لنستهدف مستوى 1400 و1420. اما بالنسبه لاسعار خلينا نقول البيتكوين،
كان عندي حصلنا على فجوه سعريه، كنا نتوقع انه انا عندي ليدنج دياجونال ويف 1 اتوقع ويف 2 انخفاض وارتفاع ويف 3، فتم عندي اختراق هذا السيناريو. بالنسبه لي اصبح عندي سيناريو خلينا نقول سلبي لاسعار البيتكوين، اللي هي ممكن خلينا نقول نرجع نستهدف فيها مستوى ال 5800 اللي هو اخر قاع سجلناه. طبعا اذا تم اختراقه اتوقع انه يكون عندي ضغط سلبي لاسعار البيتكوين على المدى الطويل، او اقل، وخلينا نقول ندخل بمرحله أفقية طويلة المدى مثل أسعار خلينا نقول الغاز، اللي هي طبعا من وراء ما سجلت ارتفاع ال 14 دولار أسعار الغاز انخفضت من 2008 ل 2018 10 سنوات، عم نتداول بمرحلة أفقية طويلة المدى اللي هي ممكن طبعا تستهدف خلينا نقول بين مستوى ال 5000 و 8000 كحد أقصى على أسعار البيتكوين، وأيضا ممكن أيضا ننخفض لمستويات ال 2000 دولار. فبهذه الحالة على المدى الطويل السيناريو سلبي على أسعار العملة الرقمية المشفرة أو البيتكوين. لا أتوقع أنه ممكن يكون عندي بابل على المدى الطويل، كنت متوقع يكون عندي موجة صعود أخيرة لمستويات 13000 قبل ما ندخل بهذا السيناريو السلبي، وأنا ممكن ما نحصل عليه من وراء الفجوة السعرية اللي حصلنا عليها. طبعا هذه إشارة سلبية جدا للعملة الرقمية المشفرة. أنا بتمنى لكم نهار مثمر، وبشوفكم بجلسة بعد الظهر. كان معكم المحلل التقني جوزيف ظهرية. طبعا ما تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديوهات التعليمية اللي عم نقوم فيها بشكل يومي وبشكل صباحي، وأيضا لمنشور التابع على مسابقة شهر رمضان الكريم من شركة تكمل اللي عم نقدم فيها جوائز عديدة من 200 دولار وصولا إلى 25 دولار. أنا بتمنى لكم التوفيق، بشكر المتابعين أيضا، وطبعا شوفكم جلسة بعد